ايه السلام عليكم حبايب قلبي، ايه ما عاملين ايه؟ وحشني كتير قوي. النهارده بقى يوم مختلف مش عادي، نفسنا راحت للمسقعه. هنعمل مسقعه بالسجق، معانا بتنجان متقطع مكعبات، معانا سجق بلدي، معانا فلفل رومي، معانا معلقه ثوم كبيره، معانا 4 طماطم متقطعه صغير، معانا كده اهوت بصلايه كبيره، معلقه كبيره فلفل، معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره بابريكا، نص معلقه صغيره جوزة الطيب، معلقه كبيره ملح. واول حاجه هنشغلها الحله بتاعتنا، هنحط رشه زيت، نحط البتنجان، هنعمله على مرحلتين عشان الكمية. هنبتدي بقى نقفل الحلة، ونشغل كده. بنسوي البتنجان في الحلة زهران، هنحط بقى الحلة على النار، نحط شوية زيت، ننزل بالبصل، ندي تشويحة، وننزل ببقية المكونات كده. هنحط الطماطم، نديها تشويحة، وبعد كده ننزل ببقية المكونات كده. بقى هحط الثوم، ننزل ميتها، وبعد كده نحط بقية المكونات. هنحط بقى السجق، نحط بقى التوابل كلها، هنعمل تقليبة خفيفة عشان السجق ما يفوتش. كده هننزل معلقتين صلصة، زيت ونار، هتنزلها مزازة وطعم صلصة. كده استوى البتنجان معانا،
احلى ما في الحلة دي اللي هي بمعلقة زيت واحدة. نبتدي بقى نضيف بقية الكمية. ونقفل كده بقى نضيف البتنجان. هنقلب. عايزين برضو تقطعوا السجق صغير براحتكم، التقطيع دي حسب كل واحد نفسه في ايه. يتشرب بس التتبيلة وبعد كده نحطه في الصينية بتاعتنا. كده بقى استوى معانا، هنحطه في الصينية عشان نحطه في الفرن. نبتدي بقى نحط الفلفل. نحط بقى الجبنة فوق الوش الموتزاريلا. الجبنة دي برضو اختياري زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوها اوكي، مش عايزين تحطوها براحتكم. نبتدي بقى ندخلها الفرن ووريها لكم. ايه رأيكم بقى في المنظر التحفة ده؟ اتمنى يعجبكم، وما تنسونيش في اللايك عشان انتوا تنسوني. واحلى شير ولايك وسبسكرايب مع ايمي. مع الف سلامة.